مساء الخير ومرحبا بكم معنا في حلقة يوم الأحد. كيفاش ترجع أي شخص تصرتي عليك واحد المدة ترجعه لبلاصته؟ علاش كنطرح هذا السؤال هذا؟ لأنني متأكد أنك أنت اليوم كتشوف هذا الفيديو هذا عطيت شيء لبعض الأشخاص من قبل أكثر من الحجم ديالهم الحقيقي وبالتالي تصرعوا عليك. تبع معايا غادي نتكلم لك في هذا الفيديو هذا كيفاش إلا عندك اليوم أشخاص كتشوف راسك أنك عطيهم أكثر من الحجم ديالهم الحقيقي وبأنك كتلقى صعوبة باش تردهم لبلاصتهم، غادي نعطيك كيفاش تردهم لبلاصتهم وتتحرر بصفة نهائية وترجع لك القيمة ديالك الحقيقية. علاش فاش كيغلط معاك الشخص ما كتردوش لبلاصتو في الأول؟ لأن كتقول مع نفسك أن إلا رديتو لبلاصتو وواجهتو وقلت ليه أفلان جمع معايا راسك غادي يهرب، غادي يمشي بحالاته، وهذا غلط. هاد الشخص هذا غادي يمشي بحالته وغادي يبدا يعتبرك في هذيك العلاقه مجرد ضحيه ومجرد فيكتيم، فاش غيضرب لك التيست المره الاولى وما غتردوش لبلاصتو تحت عذر ديال انك كيف يهرب عليك من هذيك العلاقه ويخليك بوحدك. حتى واحد ما غادي يهرب عليك، بالعكس غادي يرجع كل واحد للحجم ديالو الحقيقي، وبالتالي غادي يكون هناك احترام، غادي يكون الاحترام وغتكون العلاقه ما فيهاش مسيطر ومسيطر عليه، غادي يكون كل شيء طرف العلاقه وبدات تولي انت المسيطر عليه. لان فاش كنشوفوا واحد الشخص اللي مسموم وسامه وفيه البلانات الخاويه وكيبغي يضرب لك التيست باش يديرك تحت الصباط من الاول، فكون على يقين ان داك الشخص راه ميكروب في حد ذاته، وبالتالي فاش كيكون واحد الشخص ميكروب وكنتمكرب معاه كيولي ضريف. وهذا كنتكلموا على المنحرف النرجسي مثلا ولي مانيبيولاتور، ما تيقدروش يعيشوا واحد العلاقه لي في لو ميم با ديغاليتي كو لوتر بيرسون. دائما المنحرف النرجسي يا اما هو اللي تيكون مسيطر وتيشتف عليك، ولا مشيتي رديتيه لبلاصتو وقديتيه كيولي ضحيه، يعني يا اما هاجم يا اما هارب، يا اما قبيح يا اما ضحيه. المنحرف النرجسي ما غاديش يقدر يشد معاك طريق كيف ما هي. الوغ هذا مثال، دونك خاصك تفهم ان لو فيت ديال انك كتكادري الواحد في الغلط الاول اللي تيديروا في العلاقه هي مساله ايجابيه ومزيانه للعلاقه. وخاصك تفهم ايضا باش تكون عندك القدره انك تكادري الواحد وما تبقاش تخلي بنادم يتصرع عليك من هبه ودب يتصرع عليك، ما خاصكش تبقى ترتبط عاطفيا وتبني واحد لامبريسيون مثاليه وترتبط بهذاك الشخص بليماج اللي عطاك في الاول. لان كنعيشوا في واحد المجتمع عامر بلي بيرفير نارسيسيك، عامر بلي مانيبيولاتور، عامر بنادم ما تصالحش مع نفسه، عامر بنادم اللي عايش بلي زانسيكوريتي وكيبغي يفرغها على الاخر، وبالتالي خاصك تكون عندك القدره على التحكم في الذات، وهذه مساله ضروريه في الذكاء العاطفي. متتبعينا الاوفياء، اذا كان هذا الموضوع هذا تيهمك وقبل ما ندخلوا في ثلاثه ديال المراحل اللي خاصك تبدا ديرها، ما تنساوش انكم ديروا لنا جيم لهذا الفيديو هذا اذا كان كيهمك باش هذا المحتوى هذا يطلع. ثاني حاجه كاينه 48 ساعه فقط وغادي نحبسوا تخفيض الخاص بالسنه الجديده على دوره الذكاء العاطفي والاجتماعي. الا كنتي مازال ما استفدتيش دخل استفد في 48 ساعه الجايه، لان من دابا 48 ساعه غادي الدوره ترجع للثمن ديالها الحقيقي. نكملوا. اول حاجه خصك تعرف هو ان فاش انت ما كتكادرش الشخص في التصرف الغير لائق اللي كيديرو، فاش ما كتوقفوش في الاول شنو كيوقع؟ هذا الشخص هذا ما كيبقاش يطلب منك لا بيرميسيون، كيولي يقول هاد الشخص ديالي، هاد الشخص هذا غلام ديالي، هاد الانسانه هادي درتها في جيبي، داكشي اللي صلح لها. لان فاش تنتكلموا على شخص داصر عليك شنو هو التفسير ديالو؟ هو شخص كيدخل للصالون بصباطو، يعني ما تياخذش الاذن في الحياه ديالك، ما كيبغيش يفهم، ماشي ما فاهمش، ما كيبغيش يفهم بانك انت عندك حياه، وبالتالي فين ما بغى هو شي حاجه خصو يلقاك حداه، فين ما يعيط خصو يلقاك حداه، فين ما يلقى ما يدار خصو يلقاك حداه. وهادو ما يسمون هاد الاشخاص اللي كيتصرعوا عليك دائما تيكونوا انا تنسميهم سارقي الوقت. شكون هو سارق الوقت؟ هو الشخص اللي خصك ما تكونش عندك اولويات في حياتك، ما خص يكون عندك والو وتقابلو غير هو، هادو هما سارقي الوقت. بحال هذاك صاحبك مثلا ولا صاحبتك اللي تقدر تعيط لك مع 12 الليل باش تعاود لك على شي حاجه تافهه، وقفني بوليسي اليوم الباترون ديالي تغوت انا وياه، يعني انت فيك النعاس هو كيغيط لك مع 12 الليل وخصك تسمع. واليوم الا ما عندكش القدره انك تجري المشاعر ديالك وترفض بزاف ديال الطلبات اللي كيجيو من عند هاد السارقين الوقت ومن برا، الا ما كانش عندك القدره انك ترفض هاد الطلبات هادو، لان حنا في 24 ساعه على 24 ساعه
كنتعرضوا للطلبات. ولا ما كانتش عندك القدره انك ترفض الطلبات، ترفض انك تجاوب في التليفون دابا، ترفض انك تمشي لهذا الموعد هذا، ترفض انك تلاقى مع بعض النوع ديال الاشخاص وديها في المؤخره ديالك واحد شويه وفي الاهداف ديالك، فغادي يولي كل شيء يدخل عندك في الصالون بالصباط. وغتكون متفق معايا ان هاد الاشخاص هادو اللي داسرين عليك هما اشخاص كيتوسعوا عليك، كانه هو اللي مسيطر على الوضع وانت ما عندكش اولويات. كيتوسع عليك شنو كيتوسع عليك؟ الو جي اشرب معايا شي قهوه، راه بغيتك شي حاجه. ها هو ما طلبش الاذن، ما قالش واقيلا راه عنده ميدار، ما قالش واقيلا راه واش عنده الوقت ولا لا. الو خاصني شي فلوس، ها هو دخل عندك في الصالون بالصباط، ما قالش واقيلا راه يمكن واقيلا مزيار، راه يمكن واقيلا عنده لي فري، يمكن واقيلا عنده استثمارات، يمكن حتى هو واقيلا عنده شي حوايج باغي هذوك الفلوس، شي حوايج اهم مني انا. الو راه بغيتك فواحد الاستشاره، ما قالش بان ما سولكش واش هذا الشيء كتخلص عليه ولا فابور. دونك هذه قله الاحترام، هذه قله الاحترام. يعني واحد الشخص اللي كيبغيك دائما تلبي النزوات ديالو بلا ويدخل عندك دائما للصالون بالصباط، فهو شخص داسر، هو شخص داسر. وانت فاش كتزيد تسكت هو كيزيد يتوسع، ماشي بحيث هو عارفك مزير ولكن هو مسلكه هذيك الدزيره. يعني هذا هو التفسير ديال الانسان الداسر، ما كياخذش الاذن، كيعيط لك فوق تما بغى، ما تقولش هذا الشخص يمكن وقع في الاجتماع، يطلب لك الفلوس فوق تما بغى، ما عندكش الحق ترفض. وانت شنو كيدير؟ كتولي خايف من ردة الفعل ديالو الا رفضتي ليه الطلب ديالو. يعني كيولي هو يسرق لك الوقت وانت حاس به، كتمحن معاه وحاس بانه كيسرق لك الوقت وحاس بان عندك اهميات في الحياه ديالك، ولكن ما قادرش تواجهه لانه خايف ليه يهرب عليك، لانه خايف من واحد العنف معنوي، لانه خايف من ردة الفعل ديالو، هو مسلكاه. دونك هنا كندورو في واحد الدائره مفلغه. لا خويا اسمح لي نفكر، لا ما عنديش الوقت، ما نساليش، لا ما يمكنش ليا، لا هادشي اللي كتطلب راه بالفلوس ماشي فابور، لا راه هادشي اللي غادي نخلي خدمتي وغادي نجي نقابلك، اذا خصني واحد المقابل. لا سمح لي ما يمكنش ليا نجاوب نهار الحد، الحد ما تنخدمش. لا يسمح لي ما يمكنش ليا نجاوب نهار مع 11 الليل. لا سمح لي هاد المواضيع هادو تنجلسو في قهوه وعاودو ليا وتنكون مسالي انا باش نجلس معاك في قهوه. لا سمح لي عندي شي التزامات ما يمكنش ليا. علاش ما كتستعملش هاد الكلمات هاد؟ ثانيا الاحساس بعدم الرضا مع هاد الاشخاص هادو تعني انه كاين واحد التراكم ديال المواقف وديال الاحداث اللي دارهم معاك خايبين. يعني المره الاولى دار حاجه خايبه، المره الثانيه ما جاش في الوقت، المره الثالثه عيط لك مع 12 الليل وفاش ما جاوبتيش بقى كيعيط كيعيط حتى جاوبتيه وشدك التليفون ساعات المقاله. يعني كيبقى يسرق لك في الوقت ديالك وكيبقى يعيط وكيبقى يطلب وانت كتقبل كتاكسبتي على اساس انك الا واجهتيه راه غادي يهرب من هذيك العلاقه وغيخليك بوحدك، وبالتالي غنطلب منك دير حاجه وحده هنا وبغيتك تتبع معايا مزيان. غادي تشد واحد الورقه وستيلو، دابا نيت وقف الفيديو، خذ واحد الورقه وستيلو، شنو هما التصرفات اللي دارهم المره الاولى وخليتهم يدوزوا، وابخي شنو هما الامور اللي ما غاديش نعاود ناخذهم كالتزام وكمبدا في حياتي، ما غنعاودش نديرهم لا معاه هو ولا مع اشخاص اخرين جايين في الطريق، لان خصني ناخذ قرار. هذه هي الصرامه، راه لما كنتش عندك لا غيغور وكنتي غير قادر على اخذ القرارات وما عمرك خديتي شي قرار ومشيتي فيه حتى الاخر واللي جا كيلعب بيك، فكون على يقين ان هادشي غادي يبقى يتكرر دائما. ابخي فاش غادي تقيد هادشي شنو غادي دير؟ غادي توجد المواجهه، هز التليفون عيط لهذا الشخص هذا وتهيئ نفسيا انك غادي تواجهه، قول ليه السلامه فلان، هضر معاه بواحد النبره ما عمرك هضرتي معاه، الله يخليك درت واحد لو بيتي بيلون بيني وبين نفسي وبغيت نهضر معاك، الا كاين شي الا عندك شي وقت بغيت نهضر معاك. خليه يحس، حطه في هذاك الموقف ديال انه فاش يتلاقى معاك يقول لك فاش بغيتيني، ديك الساعات انت غتكون مجهد للمواجهه. اسمح لي، ها هما الامور اللي كديرهم ما تعجبونيش. شنو كندير هنا؟ كندير عمليه ديال التفريغ، من الضروري خاصك تفرغ باش يبقى الانسان في واحد الحاله نفسيه جسديه وعاطفيه جيده، خاصو يتعلم يفرغ. وهادشي راه تكلمنا فيه بزاف في الدوره ديال الذكاء العاطفي، يعني الاهميه ديال التفريغ على الصحة النفسية والجسدية ديالنا. ثالث حاجة، تعلم تقول داكشي اللي كتظن بلا ما تبرر، تعلم تعتذر أيضا بلا ما تبرر. هادو جوج ديال المسألات مهمين غادي نتكلم فيهم. ناخذوا المثال ديال الشخص رقم واحد. الشخص رقم واحد تيقول اسمح لي راه ما غاديش نقدر نجي للموعد لأن جدة مريضة وخصني نداس السبيطار وهادي وختي وهادي وراك عارف شحال هادي ومع الخدمة ومع هادي.
وما عرفتش واش ندير وسمح لي بزاف وهادي، وكنقول سمح لي واحد 4 المرات، وكنبدا نعطي دي ديتاي اونيتيل اللي ما غيهمو حتى شي واحد، حتى داك الطرف الاخر ما كيهموش، وبالتالي كنبقى نبرر. وكاين الشخص الثاني اللي غادي يقول سمح لي ما غنقدرش نجي للموعد، واش يمكن لينا نغيروه مره اخرى؟ شنو الفرق ما بين الطرف الاول والطرف الثاني؟ الطرف الاول عطيتي الانطباع الشخص الاخر بانك لا فالور ديالك هنا، القيمه ديالك هنا، وهو هنا هو اللي مسيطر على الوضع، لان خاصك تعرف راه ماشي الطرف الاخر اللي مسؤول على داك التصارع ولا داك الضغط اللي كيمارس عليك، راك انت اللي مسؤول، لانك انت اللي كتمد ليه وجهك كتقول ليه صرفقني، وانت من راسك وجبد. فاش غيجي قدامك شي واحد عاود ما يقول لك سمح لي ما يمكنش ليا نحولها لمره اخرى، عندي شي ظروف شخصيه، ما غتعاملش معاه بنفس الطريقه، اش غادي يقول لك اسمح لي عندك تكعاره الوالد جدا مريضه وهادي الضبا وانا واني واني، دونك تنتحط في واحد لا ديفالوريزاسيون، وكنخلي هذاك الشخص كنقول ليه وجهي باش يصرفقني. وخلي انا كنقول من الاحسن انك ما تبررش، وخلي الطرف الاخر يقول لك واه انت يا خويتي بيا انت ما مزياش انت هذه الى اخره، ودير ليه الا كتظن انا ما مزياش، كون على يقين ان القيمه ديالك غتبقى هنايا. تعلم تعبر على المواقف ديالك بلا ما تبرر، وتعلم تعتذر بلا ما تبرر، لان منها ما كنبقى في لا فالور ديالي. والمساله الثانيه تنعطي واحد الغموض، يعني هذا الشخص هذا دوك الغموض، لان كيفاش بلا انت كيديرك في كرشو ما كتعطيش الغموض، كيحفظك كيفاش دير، كيشربك كيولي يلعب بيك. دونك تعلم تعتذر بلا ما تبرر الا كنتي انت غلط، وما تبقاش تعتذر على كل شيء وعلى والو، وتعلم تهضر على المواقف ديالك كيف ما انت. النقطه الاخيره، ما هم الالتزامات الخاطئه اللي كياخذوا لي بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الانرجي وما مهمينش في الحياه ديالي؟ وخاصك هنا قبل ما نقفلوا الفيديو خاصك تفهم ان 20% ديال النهار، الا ما كانتش 20% ديال النهار ديالك وديال الوقت ديالك في النهار ديالك كتمشي نحو شي حاجه مهمه ونحو واحد الهدف كيتوتيان اكور، فراك غير كتخربق. وهنا بمناسبه السنه الجديده دير واحد الورقه، واحد لو بيلون 20%، ديما دير 20% ديال النهار خاصها تمشي في واحد المشروع شخصي، خاصها تمشي انني نجلس مع ولادي، نخرج نمشي نشوف الدار، نقدم على شي مشروع شخصي، نديفلوبي نفسي في واحد المهاره. داكو بزاف ديال الاشخاص تيبدا يتشكى علاش انا ديما كيقولبوني، كيقولبوك لان ما كتستثمرش نفسك، لان بنادم اي بريفير انه يحط المؤخره ديالو فوق الكنابي ويتبع 70,000 مسلسل تركي والمسلسل الكوري، دابا ولا حتى المسلسلات الكوريه المدبلجه كيدوزو، عوض انه يفتح كتاب ويقرا على واحد 10 ديال الحوايج ويقيدهم. القرايه كتعطيك ليسبري كريتيك، القرايه كتعطيك ليسبري كريتيك، وفاش كيكون عندك ليسبري كريتيك ما كيبقاش من هب وجب بيجي يديرها بك. مسألة مهمة ومهمة بزاف، كنطلب منك تشوف هذا الفيديو وتعاود تشوفه وتفهمه مزيان، وخذ باش تقيد، ما تنساوش دير لنا لاجيم متتبعين الاوفياء، ودخل تستافد من اخر 48 ساعة على دورة الذكاء العاطفي والاجتماعي. شكرا جزيلا على المتابعة ديالكم، احنا مباشرة من البادية هنايا، احنا دابا جالسين في البادية، كان معكم عزيز افكار، سير الفيديو.